يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا السحر أم من الشاة التي أكلها في خيبر؟ نعم، من الشاة التي أكلها في خيبر، وهي مسمومة، ما هو بسحر، مات بالسم لا بالسحر. الشاة التي أكلها في خيبر فيها سم، وبقي في أثره على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي. نعم.